يلا يا جيجي تعالي جنبي هنا بقى حبيبتي نسمع مامي وهي بتغني ومحدش بيصورك ولا حد. طب ايه اقول ايه؟ ام كلثوم. طب مش بتغني ام كلثوم؟ يلا رجعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا يا عيني عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا يا حبيبتي. احضنوا بعض بقى احضنوا بعض. والله صوت تحفه. اول مره تشجع. ايوه كده. ونبي حضن حضن وطبطبه بقى. حضن وطبطبه وبوسه كمان. ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب ما شاء الله. بولس داخل بقى داخله وحشه قوي. خد قرار مصير ان هو التوأم التالت بتاعه. ايوه خلاص انا وحالي هو اللي فيه. لا هو خلاص التطور هو ما عندوش جايب من الجنابه اهو. مفيش حواجب بس له قصه كده. خلاص ايوه خلاص. بس انا انا بس عايز كابتن ابراهيم في طلب اخوي يعني كده جمهوري. اتفضل اتفضل يا بولس. انا حضرتك بس عايز ايه ادرب مع حضرتك شويه وكابتن حسام شويه يعني نقسم الشغل يعني. ماشي خش في معانا في الجهاز خلاص. ماشي ايوه هي دي فيها. انا جاي في اي حاجه خش. او ممكن ادرب شويه والعب معاك وحضرتك بس ايه تصلحها لي وانا اديها بال خلي بالك كده في المقص يعني. هيدرب اتفقنا وهيلعب وايه كمان وكل حاجه ويحكم. انا 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 فنان ومدرب ولاعب شامل. ايوه